عتيج من سالم بالعرطي الحميري من يتابع انطلاقة الخوارة من بدأت تتسلل وتنطلق بهذا الاندفاع المثير مع المركز السابع ثامن التحديات الانطلاق المتميز الاندفاع القادم من الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عملية التضمير والتدريب والمركز مع الاندفاع التميز مع الكوكبة الثنائية ما شاء الله تبارك الله سلسبيل وغية غية وسلسبيل والثنتين الثنتين جميل والشيق غية وسلسبيل والثنتين بشعار هجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي من يتابع من يتابع هذا الاندفاع الجميل والشيق المركز الثالث المركز الثالث القدوم من خيال لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم ومتابعة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد ننطلق مع المركز الرابع مع المركز الرابع القدوم التسلل الاندفاع المثير مشاهدينا متابعينا الكرام أرى الشاهينية تتسلل مع المركز الرابع بشعار هجن ند الشبة وانطلاقة سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب ومع المركز الخامس انطلاقة النايفة التابعة بشعار هجن العاصفة ومتابعة وانطلاقة غياث الهلالي من أعلن اندفاع النايفة مع المركز الخامس سادسا مشاهدينا متابعين الكرام القدوم للشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم واحمد بالسلطان بن رشيد من يتابعها بهذا الاندفاع المتميز المركز السابع رهني الخواره تنطلق مع المركز السابع والشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم وعتيج بن سالم بالعرطي الحميري متابعا منطلقا مع الخواره مع المركز السابع ثامن التحديات زعفرانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وانطلاقه راشد بن سعيد بالغافريه المركز التاسع المركز التاسع الشاهينية بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وانطلاقة وتحديات طارش بن مبارك بالقوبة نتابع المركز العاشر نتابع القدوم في هذه اللحظات والتسلل التسلل للماردة مع المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة وانطلاقة سيف بن أحمد بن خريدة من يتابع من يتابع انطلاقة الماردة مع المركز العاشر هذه النتيجة النداء الثاني أكملناه للعشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة ما شاء الله تبارك الله نعود مع الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع التحدي نتابع الإثارة نتابع التنافس على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله غية وسلسبيل سلسبيل وغية على مقدمة هذا الشوط والحوار الحوار ثنائي على مقدمة هذا الشوط وتبادل تبادل الصدارة ما بين غية وما بين سلسبيل والثنتين الثنتين بالشعار هجن العاصفة غياث الهلالي متابعا منطلقا مع هذا الاندفاع الجميل خيال مع المركز الثالث بخيالها الواسع تنطلق مع المركز الثالث والشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد النقلة التالية مع المركز الرابع مع المركز الرابع رهني الشاهينية بالشعار هجن ند الشبا وانطلاقة سالم بن سعيد في عملية التضمير والمتابعة ومع المركز الخامس نكمل النداء مشاهدينا متابعينا الكرام أرى النايفة مع المركز الخامس بالشعار هجن العاصفة وانطلاقة المضمر غياث الهلالي من ينطلق أيضا بتحديات النايفة مع المركز الخامس سادسا مشاهدينا متابعينا الكرام الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم
الهجوم وانطلاقة أحمد بن سلطان بن رشيد. بينما انطلقنا مع المركز السابع، بقر الخوارة تتقدم مع المركز السابع، وشعاع سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، عتيج بن سالم بن عرطي الحميري انضم لها. ثامن التحديات الشاهينية أو أرى زعفرانة تتسلل مع المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، راشد بن سعيد الغافرية متابعا لهذا الانطلاق. ومع المركز التاسع، المركز التاسع الشاهينية بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة وانطلاقة طارش بن مبارك بن قوبع. نتابع المركز العاشر وأرى الهدرة تتسلل في هذه اللحظات مع المركز العاشر، شعاع سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايدان الهيان أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي. من يتابع انطلاقة الهدرة من بدأت تتسلل مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. نعود مع الصدارة بعد المغادرة للوحة الاثنين كيلومترات والاتجاه السليم والصحيح إلى خط النهاية والمنصة الرئيسية الذي أيضا بدأت تروح في هذا الانطلاق المتميز. الصدارة والمقدمة وأرى غي، أرى غي منطلقة، منطلقة في غي أيضا وبحر الناموس تنطلق تندفع بناموس هذا الشوط. منذ البداية، منذ البداية شعاري هجن العاصفة على ظهر غية وانطلاقة ومتابعة غيات الهلالي اللي مسارد 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 أيضا غية بسلسبيل مع المركز الثاني. الثنتين بشعار هجن العاصفة يقدمهن غيات الهلالي، ولكن خيال بدأت تنطلق أيضا مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الشعار الأزرق ومتابعة وانطلاقة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. ومع المركز الرابع نتابع الشاهينية التابعة أيضا بشعار هجن ند الشبه وانطلاقة سالم بن سعيد في عملية تضميرها وتدريبها. نتابع المركز الخامس، نتابع القدوم، نتابع التسلل، نتابع الاندفاع أيضا للنايفة التابعة لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي اللي انطلق أيضا اللي بدأ يدفع في هذه اللحظات مع النايفة ولوحة الكيلو المتر الأخير. وأرى انطلاق أيضا وتحديات الشاهينية مع المركز السادس، مع المركز السادس بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد. من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق، من يتابع هذا الاندفاع المتميز. ولكن منعود مع الصدارة في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة غية 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 بدأت أيضا تنطلق بناموس هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، المساندة، المساندة من النايفة، من النايفة مع المركز الثاني. الثنتين، الثنتين بشعار هجن العاصفة يقدمهن غياث الهلالي. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المثير، على هذا العرض الرائع في هذه الأمسية، أمسية الكبار. والنقطة، النقطة الثامنة لهذا الشعار في هذا المساء الجميل، تهانينا، تهانينا لهجن العاصفة على فوز غية بالمركز الأول. تهانينا، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. تهانينا لغياث الهلالي من تابع أيضا وانطلق في هذا التحدي المسائي الجميل والرائع، وغية واغترابها، اغترابها من خط النهاية. تهانينا، تهانينا لهجن العاصفة على فوز غية بالمركز الأول. تهانينا لغياث الهلالي ولحظات وصول غية إلى خط النهاية. المركز الثاني أيضا النايفة بشعار هجن العاصفة تصل من خط النهاية. ومع المركز الثالث، المركز الثالث خيال سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، المركز الرابع سلسبيل لهجن العاصفة، والمركز الخامس تصل في الشاهينية التابعة بشعار هجن ند الشبه. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة في هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول غية إلى خط النهاية. تأتي بتوقيت زمني مقدارها 12 دقيقة 58 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصولة للمضمر غياث الهلالي. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني
المركز الثاني تاتي النايفة 13 دقيقة ثانية 91 أجزاء من الثانية ثانية للهجن العاصفة، والتهاني موصولة لغياث الهلالي، بينما الأسرت مع المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات وصول خيال 13 دقيقة 5 ثواني و8 أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة، وتهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني لأحمد بن سلطان بن رشيد، تهانينا